أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، من أكره الأشياء إلى نفسي ثلاثة أمور. الأمر الأول أني أكره التكرار، لا أحب أن أكرر نفسي ولا أن أكرر غيري ولا أن أضيع الأوقات في توضيح الواضحات وتحصيل الحاصلات ونشر النشارة كما يقولون. وقديما قالوا: توضيح الواضحات من المشكلات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أني أكره الجدل العقيم الذي لا يأتي بنتيجة، والذي يظل كل امرئ بعده متمسكا برأيه متعصبا لما ذهب إليه، فهذا لا فائدة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قول الله تعالى: بل هم قوم خصمون، أي شديد المجادلة، وهذا وصف لقريش في جاهليتهم. الأمر الثالث أني أكره تتبع المخالفين لي والرد عليهم، فإن الأعمار أضيق وأنفس من أن تضيع في مثل هذا. ولو أن الإنسان تتبع كل كلمة تقال عنه أو كل رأي يقال في حقه لقضى عمره في تتبع هذه الأمور، ولكني أشغل نفسي ببيان الحقائق أكثر مما أشغلها بالرد على الأباطيل. ومن أجل هذا استكرهت نفسي على موضوع اليوم الذي أحدثكم فيه، وهو ما يتعلق بفوائد البنوك، لأني سبق أن ألقيت خطبة في هذا الموضوع، ولا أحب أن أكرر هذه الخطبة، وأن ألفت كتابا في هذا الموضوع تحت عنوان فوائد البنوك هي الربا الحرام، وطبع منه عشرات الآلاف والحمد لله. ولكن الأمر إذا أصبح ظاهرة للتشكيك في المسلمات وتحويل القطعيات إلى محتملات، أصبح الأمر يقتضي الرد ويقتضي الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة المرضية الخطيرة والفتنة الفكرية الجسيمة التي تريد أن تحول المحكمات إلى متشابهات، والقطعيات إلى ظنيات، والإجماعيات إلى خلافيات. فأصبحنا نشكك في الأمور البدهية في أمور الدين، ليس هذا في أمر ولا في أمرين ولا في حكم ولا في حكمين. رأينا من يشكك في ميراث الذكر والأنثى، ميراث الأولاد، وهو قطعي في كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. رأينا من يشكك في إباحة تعدد الزوجات. رأينا من يشكك في وجوب قوامية الرجل على الأسرة ومسؤوليته عنها. رأينا من يشكك في تحريم الخمر ويقول: الله لم يحرمها ولكن قال فاجتنبوه. رأينا من يشكك في حرمة الخنزير ويقول: إن الخنزير الذي حرم لم يكن مثل خنزير زماننا، إنها كانت خنازير تأكل القاذورات، أما خنازير اليوم فهي خنازير حديثة مدرن تربى تحت إشراف صحي. رأينا هذا ورأينا هذا كله. وأبرز ما تجلت فيه هذه الظاهرة مسألة الربا، الفوائد الربوية. هناك من يشككون في تحريم الفوائد الربوية، والعجيب أنهم يدخلون عليك مدخلا عجيبا، يقولون: لا، نحن لا نشكك في تحريم الربا، الربا حرام وكبيرة من الكبائر وملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن أنكر حرمة الربا فهو كافر مرتد مارق من دينه. ولكن نقول إن الفوائد ليست من الربا. كمن يقول لك أنا لا أشكك في حرمة الخمر، الخمر حرام، الخمر أم الخبائث، الخمر إحدى الكبائر، ولكني أقول الشمدانية ليست من الخمر، والكنياك ليس من الخمر، والويسكي ليس من الخمر، ما قيمة هذا الكلام؟ هذا كلام خطير. هؤلاء الذين دخلوا على هذا الموضوع، هذا المدخل هو الذي أنكرت. أنكرت على برنامج قضايا وآراء، وهو من أحب البرامج إلى نفسي، وقد شاركت فيه أكثر من مرة في قضايا عدة، لأنه يطرح الرأي وضده، وأنا من أنصار الحوار ومن أنصار حرية الرأي، ولست مستبدا بشيء، ولكن هناك أشياء يبدو فيها التمييع، القصد إلى التمييع. طلبت من الإخوة مرة ومرتين أن يناقشوا هذا الأمر، وقلت لهم يكفي هذا على رأس هذا المنبر، يكفي هذا، ولكنهم لم ينتصحوا وجاءوا بحلقة ثالثة. ما المقصود بهذا كله؟ وماذا يقول هؤلاء الذين أتوا به؟ لم أسمع شيئا ذا ذاك. أنا أعيد على هذا البرنامج أمرين أساسيين يتعلقان بالمنهج. الأمر الأول أنهم يناقشون قضايا علمية فقهية دقيقة على الرأي العام، كل من هب ودب يشارك فيها، وهذا خطأ منهجي. مثل هذه الأمور تناقش في حلقات علمية فقهية بين أهل العلم والفقه. حينما طلبوني في أول حلقة لأناقش هذا اعتذرت عنه، وكنت معتذرا لأني ذاهب إلى مصر بدعوة من صديق لي ولشيخ الأزهر لنناقش هذا الموضوع في حلقة ضيقة يحضرها عدد محدود من أهل الفقه وأهل الاقتصاد وأهل البنوك الربوية والإسلامية. وعلى الرغم مني وأني قلت له ما أظن أن هذا سيفيد، قال علينا أن نعذر إلى الله ونؤدي واجبنا. وذهبت إلى مصر في اليوم الأول للحلقة الأولى في برنامج قضايا وآراء، وانتظرنا أن يحضر الشيخ الأكبر ولكنه اعتذر لأسباب عنده. المهم أن معالجة هذه الأمور يجب أن تكون في حلقات علمية وفقهية واقتصادية للخبراء والعارفين بهذا الأمر، ولا يطرح هذا على المدى. هذا الخطأ المنهجي الأول. والخطأ المنهجي الثاني هو انتقاء أناس معينين عرفوا بالشذوذ عن إجماع فقهاء الأمة، والبرنامج يبحث عن هؤلاء بإبرة حتى يأتي بهم ويعطيهم الوقت الطويل، ويأتي ببعض الناكرات ويقول الأستاذ الكبير والفقيه العظيم إلى آخره، ثم إذا جاءه من يرد عليه يقول أمامك دقائق، ثلاث دقائق، خمس دقائق. سبحان الله، أين العدل؟ هذا خطأ منهجي. إذا أردت أن تناقش هذا الأمر على الملأ ولا بد، فهات من أهل العلم والفقه في أنحاء العالم الإسلامي ممن شاركوا في المجامع الفقهية التي أجمعت على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم شرعا. هذا قلت من قبل، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ سنة 1965، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع أبو المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات الاقتصاد الإسلامي، ومؤتمرات الفقه الإسلامي، ومؤتمرات الدعوة الإسلامية، كل هذه أجمع
بعلمائها وفقهائها واقتصاديها ومحاسبها على ان فوائد البنوك هي الربا الحرام. بل قلت اننا كنا في مؤتمر اقتصادي عالمي وقد شارك فيه نحو 300 من رجال الاقتصاد في العالم ومعظمهم جاءوا من امريكا ومن اوروبا، وكان رجال الاقتصاد اشد حماسا لتحريم الربا من رجال الفقه والشريعة. ماذا قال هؤلاء الذين جاء بهم البرنامج؟ قالوا كلاما عجيبا، لا اريد ان اتعرض لكلام شيخ الازهر، فهو لم يقل شيئا جديدا وطلب ان يعرض الامر على لجنة تبحث فيه، هذا امر طيب، لكن هو زعم ان البنوك التجارية التقليدية التي نسميها ربوية تستثمر اموال الناس، انك تعطي البنك ليستثمر لك اموال، وهذا ليس بصحيح. البنوك التقليدية التجارية هذه لا تستثمر الاموال، وهذا يعرفه الذين يعملون فيها ونعرفه من قراءة قوانينها وانظمتها الاساسية، انها لا تعمل في التجارة ولا في الاستثمار، هي تأخذ المال من زيد وتعطيه لعمر، انت تودع مالك لها او تقرضها، التعبير الصحيح لانه اقراض، تقرضها بعشرة ويأتي عمر ليأخذ منها هذا المال في مشروع له ب13، هذا هو الذي يحدث، وتكسب هي من الفرق ما بين الاقراض والاقتراض، هذا هو المعروف في هذه البنوك وهذا هو مقتضى قوانينها، ولا اجد احدا ينكر هذا من الذين يعملون في البنوك. وهذا هو الربا. الربا ما هو الربا؟ الربا ليس شيئا جديدا، الربا كان موجود قبل الاسلام، كان موجود في الجاهلية العربية، كان موجود في الجاهلية الرومانية، كان موجود في الجاهلية اليونانية، كان موجود عند الامم شتى، ولا زال موجودا الى اليوم. انك تعطي المال لاخر ليستخدمه مدة من الزمن على شرط ان يعود لك بفائدة عليه محددة مع ضمان رأس المال، هذا هو الربا، هو ربا الجاهلية وهو ربا البنوك الحالية، الانترست كما يسمونه. لا ادري كيف يجادل الناس في البدهيات، في الامور الواضحة، انك تعطي المال لشخص مدة من الزمن يشتغل فيه وعليه ان يعود يعيد لك رأس مالك، عمل فيه او لم يعمل، كسب فيه ام خسر، كسب قليلا او كثيرا، خسر قليلا او خسره كله، عليه ان يعيد لك مالك مع الزيادة المشترطة عليه. هذا هو الربا وهذه هي الفائدة. كيف يشكك الناس في هذه المسلمات؟ هذا امر عجب. هناك من قالوا، بعض الناس الذين استضافهم البرنامج قال الربا في الذهب والفضة، وهذا ليس ذهبا ولا فضة، هي اوراق نقود ورقية، وهذا امر ناقشته من قديم في كتاب فقه الزكاة، وقلت ان هذه النقود الورقية هي التي يدفعها الانسان المسلم مهرا فيستحل به المرأة، ويدفعها ثمنا فيستحل به السلعة، ويدفعها اجرا فيستحل به عرق العامل، ويدفعه دية في القتل الخطأ، ويدفعه، وعلى قدر ما يكون الانسان عنده من هذه النقود يكون غناه، وعلى قدر قلتها يكون فقره. وهل يسمح احد بان تؤخذ منه هذه النقود الورقية ام يقاتل عنها؟ هذا الكلام ما عاد له قيمة. قال الذهب والفضة هذا يعني. ثم وجدنا من يقول، من يصفه البرنامج بانه فقيه عظيم، يقول انه البنك ليس لا يصح منه ربا ولا يقع منه ربا،
لأن البنك ليس شخصا مكلفا. الشخص المكلف زيد وعمر وعلان وفلان وعلان، إنما البنك دي شخصية معنوية. هذا ما شم رائحة العلم، ما عرف أن الشخصيات المعنوية أيضا عليها تكليف. في الإسلام في الشخصية المعنوية، بيت المال شخصية معنوية، المسجد شخصية معنوية، تقف الأوقاف على المسجد، الدولة شخصية معنوية، المجلس النواب شخصية معنوية. يمكن يقول لا، الدولة أنه يمثلها الحاكم، يقول لك قال البنك يمثله المدير ويمثله مجلس الإدارة. هذه الشخصيات المعنوية لها اعتبارها. وفي الفقه الخلط في زكاة الأنعام، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من خلط أنعامه بأنعام شخص آخر أصبحت كأنها ملك لرجل واحد، بتعبيرنا أصبح شخصية معنوية. وطرد ذلك الإمام الشافعي في جميع الأموال، وأخذ بذلك المؤتمر الزكاة، إن نعتبر الشركة التي اختلطت فيها رؤوس الأموال بمثابة شخص واحد، كما هو مذهب الشافعي وبعض الفقهاء. كيف يقول هذا؟ هل معنى هذا إننا نقول الدولة تفعل ما تشاء، تحكم غير ما أنزل الله، تحل الحرام وتحرم الحلال وتسقط الفرائض، وليس عليها مسؤولية لأنها شخصية معنوية؟ نقول الشركات تبيع الخمر وتبيع الخنزير وترتكب المحرمات ولا شيء عليها لأنها شخصية معنوية وليست شخصا مفردا مجسما مكلفا؟ هذا كلام لا يقوله إنسان عرف الفقه. والمشكلة إن البرنامج لا يعرف الفقيه من غير الفقيه. من هو الفقيه؟ الفقيه من كان له إنتاج فقهي معتبر، له إنتاج فقهي، كتب، رسائل، فتاوى، ومن شهد له العلماء بأنه من أهل الفقه. هذا بغض النظر من أي كلية هو، من أي جامعة، قد لا يكون من جامعة قط. بعض الفقهاء ما تخرجوا في الجامعات وليس معهم دكتوراه ولا معهم هذا، لكن المسألة ليست دكتوراه ولا جامعة ولا بكالوريوس، مسألة الفقه علم ودراسة وممارسة ومعاهشة. الفقه بحر عميق لا يستطيع أن يغوص فيه إلا غواصون. هؤلاء لا يعرفون من هم أهل الفقه ولا من هو غيرهم. ويأتي أناس كل اقتصاد كبير وهو ليس اقتصاديا وقانونيا إلى آخره. فعلى كل حال الذي يهمنا هو الأدلة، من يكون الرأي بدليله القوي الحجة المقنع، والله نرحب به أيا كان موقعه. ولكني لم أرى للأسف من الذين جاء بهم هذا البرنامج من قال شيئا مقنعا. هناك من قال انه النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين ما هو الربا، وروى عن ذلك اثرا عن عمر رضي الله عنه، وهو اثر لم تثبت صحته. وحتى لو ثبتت صحته فان عمر قال كنت أود أن نصلى عهد إلينا في أمور ثلاثة، الجد والكلالة والربا وأبواب من الربا. وهو لو صح هذا عنه يقصد ربا البيوع وليس ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة أمر مقطوع به. كيف يمكن أن نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين كبيرة من الكبائر؟ كيف قال للصحابة اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الربا؟ كيف قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ولم يسأله أحد ما هو الربا يا رسول الله؟ كيف أنزل الله تلك الآيات التي تهتز لها القلوب وتوجل لها الأبدان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
كيف قرأ المسلمون هذه الآيات ولم يعرفوها؟ ولماذا لم يسألوا رسولهم؟ وقبل ذلك نزلت في سورة آل عمران بعد غزوة أحد بعد السنة الثالثة من الهجرة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكذلك نزل في سورة النساء عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. بل في سورة الروم في العهد المكي: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كيف لم يفهم الصحابة هذه الآيات ولم يسألوا عنها؟ أهذا معقول؟ ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ ما معنى تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ نقول له: لا يا رسول الله، ما تركتنا على المحجة البيضاء، تركتنا على طريق مظلمة التبس فيها الحق بالباطل واختلط فيها الحابل بالنابل والحلال بالحرام، حتى إن هذه الكبيرة الموبقة لا نعرف ما هي. هذا معقول يا عباد الله؟ ولكن وجدنا من يقول هذا الكلام الغريب، وجدنا من يقول إن الفقهاء اختلفوا في علة الربا، وقال ابن عقيل إن كلام الفقهاء هنا كلام ضعيف. وهؤلاء الناس يتكلمون في أمر ليس هو موضع النزاع. الكلام هذا في علة الربا في ربا البيوع في الأصناف الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء. فمن زاد على ذلك فقد ربى واستربى. هذا الكلام في العلة في هذه الأصناف الست. ونحن لا نبحث في ربا البيوع، نبحث في ربا النسيئة. وهذا لا كلام فيه، لا يدخل في مسألة التعليم، هذا موجود بالنص: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا يحتاج إلى تعليل ولا إلى قياس. تكلم في أمر منصوص عليه، أي الربا في النقود، هذا منصوص عليه. لسنا في حاجة إلى علة حتى نقيس الفرع على الأصل وغير المنصوص على المنصوص، لأن هذا أمر منصوص. الربا في النقود، نقود، وقد أصبحت النقود الآن كما قلنا هي النقود الورقية، فهذا كلام لا معنى له. وقال من قال من هؤلاء إن تحديد الربح أمر جاء به الفقهاء وليس عليه نص ولا دليل. وأنا أقول إن ما يجري في البنوك ليس من باب المضاربة حتى تدخل مسألة الربح. ما يجري في البنوك التقليدية إقرار، ليس مضاربة بينك وبين البنك حتى نقول إنه يمكن تحديد الربح. لا، ليس مضاربة. مال يأخذه ليعطيه غيره، ولا الربح شيء آخر. حتى علماء الاقتصاد أنفسهم يقولون إن عوائد المشروع هي إما أجرة أو فائدة أو ريع أو ربح. الفائدة لمن مدك برأس المال حسب النظام الرأسمالي، اللي بيعطيك رأس المال أو جزءا منه وياخذ فائدة بعد المشروع، بتديله سواء كسب المشروع أو خسر يأخذ الفائدة المشروطة. والريع لأصحاب العقار أو المعدات لهم ريع، يعني أجرة هذه المعدات أو أجرة هذه الأرض التي استأجرتها. والأجر للعمال، العمال الذين اشتغلوا يأخذون أجرا. والربح لصاحب المشروع المنظم، الربح له، قد يبقى له ربح وقد لا يبقى، وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا وقد يخسر بالمرة. هذا هو النظام الرأسمالي. الربح لا يمكن أن يتحقق
إلا بعد انتهاء العملية. لا يمكن أن يحدد مقدما. هذا الربح المتوقع شيء والربح المحقق شيء. المتوقع أمر قد يحدث وقد لا يحدث، وقد يحدث عكسه تماما. حتى الذين يقولون بالتضخم وتعويض التضخم، لا نستطيع أن نعرف حقيقة التضخم إلا بعد مضي المدة، أما قبلها هذا لا يمكن، لأنه قد يحدث تضخم وقد لا يحدث، وقد يحدث قليلا وقد يحدث كثيرا، وقد يحدث العكس. هل لو أن النقود غلت، النقود هبطت قيمتها وتغيرت الأسعار إلى الانخفاض، هل يتغير الأمر؟ من الذي يدفع في هذه الحالة؟ الدائن أم المدين؟ البنك أم الذي أقرض البنك؟ لا يتغير الأمر. نحن نؤكد أن الربا المحرم شرعا والذي لا شك فيه هو الزيادة المشروطة المسبقة على رأس المال بغير مقابلة عوض، إلا التأخير فقط، تأخير المبلغ، إلا الزمن بغير مقابلة أي شيء، لا بيع ولا شراء ولا شيء من هذا. هذه زيادة. بعض الإخوة العاملين في البنوك هنا كتب في صحف قطر وأطال وأعاد وكرر وكرر وبعث إلي ويقول كلاما مضحكا في الحقيقة. يقول الربا ليس معناه زيادة. ما معناه؟ يقول معناه المضاعفة. من أين أخذت هذا؟ قال إن الإنسان إذا عمل حسنة يضاعفه الله. هذا منهج علمي. من أراد أن يعرف معاني الألفاظ فليرجع إلى المعادن، ارجع إلى معادن اللغة، إلى لسان العرب، إلى القاموس، إلى شرح القاموس تاج العروس، ارجع إلى مفردات الراغب، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ارجع إلى مجمع معجم، إلى معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مجلدين، بل ارجع إلى مختار الصحاح، ستجد إن الربا معناه الزيادة. لك ربا أي زاد ونما وعلا، هذا ما تدل عليه المادة، مادة ربا، ربا على ونما وزاد، ومنه الربوة لأنها مرتفعة زائدة على ما يحيط بها، ومنه قوله تعالى فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة، ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى أي أكثر في الزيادة والقوة، ومنه غبى فلان في حجر فلان يعني زاد ونمى ونشأ ونمى، وهكذا المادة كلها تدل على النمو والزيادة. لكن هذا جاء بكلام عجيب وقال لا ليس معناها هذا، خالف كل الناس، أتى بما لم تأتي به الأوائل، لا اكتشف ما غاب عن الفقهاء والشراح والمفسرين واللغويين، وجاء بكلام من عنده ليس عليه أثرة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. مشكلة يا أيها الإخوة، لا أستطيع أن أسترسل أكثر من ذلك. كل ما أقول أني لم أجد شيئا مما قاله هؤلاء الناس يستحق الرد العلمي الصحيح، كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من الشرع ولا من العقل برهان. يقولون إن الفوائد هذه أصبحت ضرورة للأمة أو مصلحة لها، أو والله إذا كانت ضرورة يعني هذا أمر يعني يقدره أهل الرأي، والضرورات تقدر بقدرها. إذا كانت مصلحة فلا عبرة بالمصالح إذا صادمت النصوص القواطع، لا عبرة بهذه المصلحة، إنما تعتبر إذا كانت مصلحة مرسلة، أي لم يأتي من الشرع دليل على اعتبارها ولا دليل خاص على إلغائها. واشترطوا في هذه المصلحة ألا تصادم نصا
شرعيا ولا قاعدة شرعية. فكيف بمن يصادم النصوص والقواعد والمقاصد؟ إني أهيب بالمسلمين جميعا أن يقفوا عند حدود الله عز وجل. لقد أحق الله الحق وأبطل الباطل، والحلال بين والحرام بين. وإلا فإن معنى كلام هؤلاء أنه لا يوجد في العالم الآن ربا، لأن الربا الذي يقولونه أن يذهب شخص إلى شخص آخر على الطريقة القديمة يريد أن يأكل أو يشرب، فيقول له اعطني، لا أعطيك إلا إذا دفعت لي كذا، فهذا ما يريد. والبعضون يقول لا، حتى هذا ليس حراما لأنه يريد المضاعفة. الأخ الذي يقول ربا المضاعفة، يعني إذا لم يكن الربا 100% فهو حلال، هذا معنى المضاعفة. وبعضهم يقول أضعاف مضاعفة، إذا لم يكن 600% فهو حلال. هذا كلام يقول، هذه الصورة من صور المعاملات الربوية لم تعد موجودة. لم يعد هناك شخص يذهب إلى شخص مرابي ويقول له أعطني. أصبح الربا في صورة منظمة، أصبح البنك هو المرابي الأكبر، هو الذي يمثل المرابين القدامى. ولكن هؤلاء يقولون هنا لم يعد إذن هناك ربا، لأن بنوكنا هي صورة من البنوك الغربية الموجودة في العالم الرأسمالي كله. فإذا لم يكن عندنا ربا فليس عندهم ربا، لا يوجد ربا في العالم. لا نقول عن اليهود انهم أكلة الربا، ولا انهم وراء المصارف الربوية، لا تقولوا هذا، اليهود مبرؤون من هذا كله. لا تصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة انه قال يأتي على الناس زمان لا يوجد فيه احد الا اكل الربا. قالوا يا رسول الله الناس كلهم؟ قال من لم يأكل ناله من غباره، من لم يأكل ناله من غباره. هؤلاء يقولون لا، هذا كذب، الناس انتهى الربا، انتهى، لأنه لم يعد هناك من صور الربا الذي يذكرونه ربا القديم، ده لم يعد هذا أصبح. هذا هو الربا كما يفهمه الناس الآن، الربا في التعامل مع البنوك، وهم لا يعتبرون هذا من الربا المحرم. ماذا أقول لهؤلاء؟ قالوا تحديد كما ذكرنا، تحديد الربح لم يرد عليه دليل، وأنا رددت على هذا من نحو 40 سنة في كتابي الحلال والحرام في الإسلام، وقلت هناك دليلان أساسيان على هذا الأمر. الدليل الأول الإجماع، قال الإمام ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه العلم من أهل الفقه أن اشتراط دراهم معلومة لأحد المتعاقدين في المضاربة لا يجوز، هو حرام. وذكر طوائف من العلماء حرموا هذا الأمر، ونقل هذا عنه ابن قدامة، ونقل عنه ذلك النووي، ونقل عنه ذلك آخرون. فهذا هو الإجماع، والإجماع حجة، ولم يعرف خلاف هذا في خلال القرون كلها، ما عرف عالم خرج عن هذا الأمر. وهناك دليل آخر يعتبر سند هذا الإجماع، هذا الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في المزارعة أن يشترط لأحد الطرفين شيء معين. كانوا يزارعون على أراضيهم، فيشترط صاحب الأرض قطعة معينة، يقول هذه القطعة تكون ثمرتها لي على الجداول النهرية، أو على المكان الفلاني، أو قناطير معينة، أو يعني تكون لي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك في أكثر من حديث
نهاهم عن هذا الامر وقال ما يدري ما يدري لعله يهلك هذا يهلك كله الا هذا او يسلم كله الا هذا. ومعنى هذا ان يكون لاحد الطرفين غنم مؤكد والاخر عليه غنم محتمل. والعدالة تقتضي ان يشترك الشريكان في الغرم والغنم، هذه عدالة الاسلام المحكمة، هذا ما جاء به الاسلام في المزارعة. وقد قال العلامة ابن قدامة المزارعة اخت المضاربة او المضاربة اخت المزارعة، المضاربة مزارعة معنى. وانا اقول المزارعة مضاربة في الارض، والمضاربة مزارعة في المال في التجارة، كل منهما نوع من الاشتراك. في المزارعة يشترك صاحب الارض والزارع، وفي المضاربة يشترك صاحب المال رب المال والعامل، يتعاون صاحب المال مع صاحب الخبرة والجهد، ومن خلال هذا التعاون تقتسم الثمرة بينهما ربحا او خسارة، قليلا او كثيرا، في الغرم والغنم. هذه العدالة وهذه مقتضى المشاركة، التضامن في المسؤولية، لا ان يكون لك الغنم ابدا وان يكون لي علي الغرم وحدي، لا، هذا ما جاء به الاسلام. المضارب امين، فلا يمكن ان يكون الامين ضامنا، امين على هذا المال يعمل فيه لحساب الطرفين، الا اذا قصر او تعدى، اذا ثبت عليه التقصير او التعدي والخيانة فيتحمل المسؤولية، وما عدا ذلك فهو امين على هذا المال، ولذلك لا يضمن هذا المال. فهذا هو الذي جاء به هذا الدين. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينير بصائرنا وان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يجعل لنا من عسرنا يسرا، وان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم امين. ادعو الله يستجب لك. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو واليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان سيدنا وامامنا واسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده الى يوم الدين. اما بعد، فايها الاخوه المسلمون، نحن الان في العشر الاوائل من ذي الحجه، وهي ايام كما جاء عن ابن عباس احب الاعمال الى الله ما من ايام احب الى الله العمل فيهن من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يرجع الرجل بنفسه وماله، فلا إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، يبذل نفسه لله وما له لله. ولذلك سن في هذه الأيام التحميد والتكبير والتهليل والذكر والاستغفار والصدقة والصيام، سن فيها الصيام، وأوكد أيام الصيام فيها اليوم التاسع، يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، فهو فصيامه مؤكد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر به ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده، فاحرصوا على صيام هذه الأيام، وابدأوا التكبير تكبير العيد من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة
الى عصر اخر ايام التشريع 23 صلاة. واستعدوا لهذا العيد بالاضحية لمن قدر عليها، ويستطيع الانسان ان يضحي في بلد اخر خصوصا في البلاد الفقيرة، والاضاحي اقل ثمنا من هنا، تستطيع بثمن الاضحية هنا ان تضحي بثلاث او اربع في بلد اخر، وتعين اخوانك المسلمين الفقراء. وانصحكم ايها الاخوة الا تنسوا في هذه الايام اخوانكم الذين يعانون ما يعانون من جراء الظلم والبطش والاضطهاد، اخواننا في فلسطين في ارض النبوات الذين يلاقون ما يلاقون، ويسقط منهم الشهداء والجرحى في كل يوم نتيجة العنجهية الإسرائيلية، التجبر الإسرائيلي، وهذا السكوت أو الصمت العربي الذي لا نجده على مستوى الأحداث والغياب الإسلامي. ينبغي ألا ننسى إخوتنا هؤلاء، ما استطعنا أن نعينهم فلنفعل، ولا ننسى إخواننا في السودان وإخواننا في كشمير وإخواننا في سائر البلاد، على أقل ما يجب ندعو الله تعالى لهم، نهتم بأمورهم، نشغل أنفسنا بهمومهم وأحزانهم. نحن الآن في فترة عصيبة، في زمن رهيب، زمن يهجم فيه على الإسلام من يمين وشمال، تهاجم فيه الصحوة الإسلامية والأمة الإسلامية من كل جانب، فليس أمامنا إلا الله عز وجل، نلجأ إليه ونلوذ بجنابه ونعتصم بحبله ونتضرع إليه أن يكشف الغمة ويفرد الكربة عن هذه الأمة، وأن يلتف بعضنا ببعض، أن نقف متلاحمين كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على المحبة، ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على اليهود المعتدين الغادرين، اللهم رد عنا كيدهم وكل حدهم، نكبس أعلامهم وزلزل أقدامهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وخذهم ومن ناصرهم أو عاونهم أو وادهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أيد إخوتنا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيد إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي كشمير وفي سائر بلاد الإسلام. اللهم أيدهم بروح من لدنك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين.